السلام عليكم يا شباب ويا صبايا، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونون الجميع بخير. طبعا اليوم من شوي، والله من دقيقتين، نزل تحديث جديد للببجي ستيم وحملته، وقلت لحالي فورا اروح على الموسم واشوف شنو اللي موجود بالرويال باس. طبعا هذا اول شيء عندنا، يا سيارة اللي بتعرفوها، سيارة الفي كندي، الخريطة الثلجية، والله منظرها رهيب جدا، تشوفون عليها الرسمات والاحصنة ما اعرف ايش شنو هدول الرسمات، لكن جدا رهيبة السيارة. في عنا هذا يطول ظهيره زي الديناصور، والله ما بعرف شي ايش اسمه هذا زي الديناصور. طبعا هون عنا ما ادري ايش وجه الديناصور. عنا هذا السلاح الجديد اللي الكل بيعرفه اللي ينزل من الدروب، والله رهيب هذا، سكن رهيب، هاي خوذة يعني. طبعا نكمل. تسريحة الشعر والله حلوة هاي، حكوا شنو يا شباب، شلون نقربها؟ ما نقدر نقربها، لكن توريكم اياها عن قريب، والله حلوة. عندنا هاي تحية ايش هاد؟ ايش هاد؟ تحية هاي ما تلزمنا، بس هذا المسدس رهيب، شايفونه رهيب يعني، ما اقدر اقربه. هذول يعني مشان الاير بي، ما يعني الساعة المهم يعني شغلته فاضي. هذا يعني شوي حلو، والله الخوذة يعني حلوة، والله اي والله حلوة. عندنا هذا سكن الشوتجن اللي معروف تركب عليه موسع كمان، والله منظر حلو، خاصة هذول النقشات اللي تلاقيها هون على طرف. في عندنا هاي كمان، والله ايش هاي يعني، ايش هاي معناتها شباب؟ اللي يعرف ايش معناها هاي والرقصة الأولى يقول لي بالتعليقات. اها هذا عندنا سلاح سكوربيون كمان، والله عليه يعني شي حلو. عندنا يعني صيني، ما نريد يا اخي صاحبين الكورونا، نحن ما نريدهم امزح امزح، هذول ما يهمون ايش هذا، ايش اللي نسوين هذول. طبعا عندنا الفيكتور، والله ليش ما ينزلون يا اخي شي عن الحقيبه حلوه شوي بناتيه، ما نحبها انا ما اعرف ايش هذا، ايش هذا الصلاه ولا ايش؟ هذا يدفي حاله بالنار، شايفين هنا النار تلاقونا يعني شغاله وهيك شيء يكون بردان، بس يعني والله ما اعرف ايش ليش. طب لا هذا رهيب يا شباب، اقسم بالله رهيب، اقسم بالله رهيب هذا السهم. واخيرا ما بعرف انا يا شباب، انا ما تبعت سكنات الببجي ستيم من قبل، هي اول مره اسوي فيديو عن سكنات الببجي ستيم، لكن هذا السهم رهيب جدا جدا. عندنا الدي بي برضو كمان، ايش هالبلاد فيرون الدي بي، والله كمان عاطينه سكون، اي والله رهيب الدي بي، خاصة هاي الكلمات بدي اشوفها اقرب وقت بدي اشوفها. طبعا هاي ما تلزمنا هون الحزام والشغلات هاي، نروح فورا على بعده. ايش المسدس هذا؟ هذا مسدس بيض اكيد ما حد راح يستعمله، لكن في عندنا هدول الضبات الايد كتير حلوات. وسكن كمان للتوميجان كتير حلو كتير حلو. عندنا هاي الرقصة، يا اخي الرقصات كلها للبنات، ما بوط نحن مال ابي يا الاسطورة، يا الشعر الاسطوري شلون والله يا شباب. عند راس الدب هذا واحد جاي من الفايكنج، ما بعرف ايش اسمه والله، لكن هاي حلوة والله حلوة. وهاي سكن جديد كمان برضو. هون الجير الضرب الام زفن عطينا سكن جديد. والسيارة كمان برضو الطوزطو، سيارة زازا كمان سكن رهيب والله. وهاي الرقصة كمان، هاي مو رقصة، هاي ضربة كرة قدم بس ما تنفعنا هون. هاي مشان يا شباب اللي بدي ينام يعني فورا يلبسها بظن للنوم. ايش الرقصة هاي؟ الله رهيب يا شباب ايش هذا، ايش هذا يسوي في راسه؟ لك ايش هذا، ايش هسكنات ايش البنطلون هذا؟ والله عيب 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 عيب. وين حاطين اليوم بي هم هذا الرجال حط ايش هذا، ملابس داخلية للنسوان. خلينا نحول، شلون اقدر احول هذا
لبنت لحتى نشوف. عفوا سامحوني. سيف، ايش هذا المنشار ولا سيف؟ ابا ينمر، ايش هذا؟ بايخ بايخ. الضبات الايد والله حلوات، اي والله حلوات. شوف 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 الوحش، شوف الوحش، شوف الاسطورة هاي، الله رهيب رهيب رهيب. ابي الام 24، لا هاي مو ام كي 14، هاي اي ام كي 14، والله رهيب يا شباب، سكنات رهيبة جدا. هون حاطين كمان زي هذا النمر، وهذا هذا ايش هذا؟ هذا الضفير. هاي خلينا نكمل. راس ايش بيهم هذول معلقين على حيوانات وما بعرف. راس الديناصور، وهذا لباس الديناصور، والله حلو له. هذا سكن السكار، حلو حلو حلو. سكن المني 14، والله حلو. هاي ايش هاي بالدانات الفاره هاي؟ ايش عم يصير يا شباب؟ ملاكم ملاكم ملاكم. طيب طيب طيب، حلو حلو حلو، شيء حلو. الشنطه والله حلوه برضو كمان. انظروا يا حبيبي، والله رشير رهيب. ايش هذا؟ اسكي اس، والله واخي والله رهيب. هيك الالوان هيك، النجم وما نجم، والله رهيب يا شباب، رهيب هذا. ايه شنو تبي؟ سام ما ابي اضرب سكن راي، والله رخصه رهيبي، والله رخصه رهيبي، والله رهيب، والله رهيب 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 رهيب. ايه خلصنا عاد، هذا ما يوقف يعني. خلاص خلاص هاي كيف. ايش الكار، ايش الكار هاي؟ هاي اخيرا اخر شيء الكار والرقص هذول. خلاص ايش ايه تغير لونه فجأة، والله بيي الكار. طبعا شوف هذا كان كل شيء لليوم لهذا الفيديو، سكنات ببجي ستيم، وان شاء الله باقرب فرصة تشوفون فيديو عن، انا على حالتين راح اشتري هذا الموسم، راح ادفع مشان الريال باس واشتري افتحه، لانه والله انا بدي الكار. انا كل شيء ما عجبني لا الرخصة ولا اي شيء، بس الكار اللي بدي اياه انا، لانه انا من محبين السنايبر، اختصاص السنايبر، كل شيء سنايبر. على كل حال، اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل جديد. وبتمنى يوم سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.